بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد، نتكلم به عن كيفية جعل جهاز مناعتك أقوى. حين نتكلم على جهاز المناعة نتكلم على ثلاث أمور رئيسية، هناك الجلد وهناك موضوع الالتهابات. جميعنا يعرف أن أبسط كلمة دائما نقولها فلان ماله عنده التهابات، عنده التهابات، تمام؟ ودائما الجلد هو محور رئيسي لإيش؟ للحكة واستقبال الملوثات البيئية المختلفة، فهو سطح كبير جدا. وكما ذكرنا سابقا أن الجلد يمتص على الأقل من 60-64% من كل شيء يتعرض له، سواء كان جيد أو ضار. أما البطانة المخاطية فهي التي تحيط منطقة إيش؟ الأنف. تعزيز هذه الثلاث أماكن يؤمن لنا أمرين، يؤمن لنا مناعة قوية، ويؤمن لنا ذاكرة أيضا ممتازة، ليس فقط من ناحية الصحية المناعية. وبناخد لنا شغلة هيك هدية عليها اللي هي موضوع الذاكرة، وأكيد أنتوا يعني كنا محتاجين لهذا الموضوع. الآن نطرح سؤال مهم، هو إيش اللي بيخلي الثلاث أمور هذه كيف تتعزز، وكيف هذه الأمور يعني بتتعب؟ ما إذا تعبت تعبت المناعة، وإذا تعززت تعززت المناعة. خلينا نشوف إذن إيش اللي بتعب هذه الأمور الثلاثة، أو بضعف هذه الأمور الثلاثة على وجه التحديد. رقم واحد أكيد الغذاء السيء. رقم اثنين نقص في الزنك. رقم ثلاثة نقص في السيلينيوم. إحنا بنحكي على معادن نادرة أساسها هي نادرة، تمام؟ كميتها قليلة. المحور الرابع أيضا هو التوتر والهلع والعصبية وكل ما يتعلق بهذه الكلمة من معاني. والمحور الخامس الذي يضعف هذه البنية التحتية للمناعة هو قلة النوم مساء، أو قلة النوم ليلا تحديدا. لأنه في ناس يعني بصير يسهروا ونهارهم ليل وليلهم نهار. تعال نشوف واحدة واحدة. الغذاء السيء، ما معنى غذاء سيء؟ الآن الحمد لله يعني كل من شاركونا المليون مشترك الحمد لله وعدينا معهم هذه المرحلة الجميلة يعرفون جيدا أن مقومات الغذاء الجيد هو الابتعاد عن المدمرات التغذوية الإنسانية. والمدمرات هي السكر الأبيض، الطحين الأبيض، الزيوت المهدرجة، الأندومي، المشروبات الغازية، واللحوم المصنعة. يعني على الأقل هدول، تمام؟ يعني مكعبات الماجي برضو بدناش ننساه، هذه الكتلة الملحية والله يعلم إيش بنحط فيها من مواد حافظة كمان سيئة. إذا ابتعدنا عن هدول وبعد هيك نعمل اللي بدنا إياه، شوفوا اللي بدنا إياه دون تحديد، يعني إفراط في الطعام تخيلوا لسه أهون من استخدام هدول المدمرات الإنسانية. مش احنا دائما ندعو الى عدم الافراط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ لسه انك تفرط في الطعام احسن ما تتناول واحد من المدمرات اللي ذكرناها. هذه الدرجة شوفوا قديش سيئة. نيجي لموضوع الزنك والسيلينيوم. الزنك والسيلينيوم كما ذكرت هما من المعادن النادرة. اساسا الزنك هو متواجد في جسم الانسان، لكن لا يحفظ، لا يكون هيك زي مثلا عناصر أخرى زي الكالسيوم مثلا زي المغنيسيوم، ما بقدر أقارنه فيهم، تمام؟
بالرغم ان الزنك هذا هو مسؤول على اكثر من 800 عملية كيميائية في داخل جسم الانسان وتحديدا الانزيمات، وله دور رئيسي في المناعة. يعني بدي اقول لكم شغلة، نسمع كتير بين الحين والآخر بيجي بقول لك وجدت دواء للمناعة، اعملنا دواء للمناعة، اعملنا دواء قاتل للفيروسات، تمام؟ وبنسمع كثير. وأنا بحكي لكم أي دواء كيميائي طبيعي ما بينهما مختلط خارج أو لا يأخذ بعين الاعتبار الزنك هو دواء فاشل. لو بدي أجيب المملكة النباتية كلها، لو بدي أجيب الثوم بعظمته، لو بدي أجيب كل العناصر الكويسة وأستثني الثوم، فأصبح هذا الدواء فاشل. تخيل، لأنه في منظومة، في تفاعل بيعمل هذا الزنك مع الخلايا البلعمية، تمام، لقتل وكبح من هذا الفيروس. وأعدكم أن يكون هناك حلقة خاصة بتفاصيل هذا الموضوع. السيلينيوم لسه نادر أكثر من الزنك، لكن تواجد السيلينيوم وين؟ في مواد سهلة ما احنا بنتناولها، مثل مين؟ مثل المكسرات، وخص بالذكر المكسرات النيئة. لكن لو رحنا للزنك مثلا بلاقيه في المحار. هو مين فينا بياكل محار؟ هذا النسبة الأكبر، فعد النسبة اللي وراه بتقل عن 50 ولا أكثر من 50% كمحتوى هي اللحوم الحمراء، وأيضا استهلاكنا للحوم الحمراء قليل. فتخيلوا قديش بده يكون نسبة الزنك اللي باخدها أنا قديش قليلة. تكلمنا أيضا من الأشياء التي تدمر بطانة الأغشية وتعزز الالتهابات وتدمر الجلد، هي إيش؟ هو التوتر. دائما بنشوف واحد أول ما يتوتر الواحد لا شعوريا بصير يحك، صح ولا لا؟ إذن في تفاعل، وهذا الحك يولد التهاب. إذن أنا استخدمت أكثر من جانب. وكثير سبحان الله بتلاقي الحك في الإيدين وفي الأنف، يعني برضو اشتغلت من البطانة الأغشية. فهذه تفاعلات لا إرادية. فتخيل الإنسان لما يكون في التوتر مستمر، في هلع، في أسئلة يعني ليس لها معنى في أغلب الأحيان، إيش بده يصير؟ هو ليش كده؟ هو يعني ماذا سيحصل إذا صار وصار وصار؟ في أشياء لازم إيش نتوكل فيها على الله، اعقل وتوكل. في ناس تخصصهم هذا الأمر، فما بيصير انت ايش تفتي في شغلات. وانها رسالة، فرصة كبيرة جدا، اللي هي للأسف الاعلانات والمكتوب على السوشيال ميديا والاخبار الكاذبة والاشاعات ودبلجة الفيديوهات هذه اللي طالعة موضة هالايام. فهذا كله حرام، حرام عليكم، حرام، تمام؟ لأنه هذا يزيد من توتر وهلع الناس، وطبعا إضعاف جهاز المناعة، وبالتالي اللي أنت خايف منه حيصير قلة النوم. طبعا واحدة تؤدي للتانية، هذا توتر، بدي أشوف إيش صار، بدي أتابع الأخبار، الجوال حاطط فيه إشارة العلامات، كل خبر يجيني يديني رنة، فباجي بدي أنام الجواب يديني ايش رنة، صار في عندي ايش اشارة انه في عندي خبر، بدي اصحى اشوف الخبر، فبضلني انام واصحى في توتر بنامش. عدم النوم ليلا يؤدي الى خفض جهاز المناعة، بصحى تعبان. فلاحظوا انتو اللي بينام ليله كويس، بينام 8 ساعات في الليل كاملين، لا يمكن يصحى تعبان. لكن اللي بينام متأخر أو بنامش خالص وبنام على الفجر، إن شاء الله ينام 10 ساعات بصحى تعبان، تمام؟
إذن حتى نعزز جهاز مناعتنا الرجاء نهتم بهذه الأمور. إذن مرة أخرى، تعزيز الأكل الصحي، النوم ليلا، الابتعاد عن التوتر والهلع وكل الأخبار التي تؤدي لهذا الكلام، والاهتمام بالصحة العامة والبيئة العامة، والاهتمام بتناول الزنك والسيلينيوم كمكملات غذائية حتى نغلق الدائرة بشكل تمام. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.